مرحبا، بدي اخذكم مشوار سريع على اليابان هلا. تفضلوا معنا. اليابان مساحة ضعف مساحة سوريا، يعني حوالي 378,000 كيلومتر مربع، مكون من 3,000 جزيرة أغلبها جبليات يفصلها عن الباب الآسيوي بحر اليابان. سكانها 128 مليون نسمة، تمركزوا في السهول والمناطق المنخفضة، وفيها أكبر نسبة كثافة سكانية في العالم. دمرت اليابان بأكثر من مرة من العصور لتاريخ الحرب، ولكنها سويت بالأرض بأغلب مدنها خلال الحرب العالمية الثانية. بعد العام 1945 وانتهاء الحرب باستسلام اليابان، تغيرت سياستها جذريا. اتجهوا الى اعاده اعمار البلاد معتمدين على التراث والثقافات القديمه المتوارثه، اضافوا اليها الابتكار والاختراع والروح الانسانيه التي يتميز بها الشعب الياباني، ووضعوا خطه عشريه مدتها 10 عن الاعوام تهدف الى مضاعفه الدخل القومي. بالعام 1964 اقاموا الالعاب الاولمبيه في مدينه طوكيو، اللي كانت حدث فاصل في تاريخ اليابان الحديث، يعني اقل من 20 عام تم بناء اليابان الحديثه بالعالم. اعتمد اليابانيون بعد الحرب على سياسه الانتاج المتقدم للمنتجات الاساسيه مثل بناء السفن وانتاج الصلب والفحم، واعتمدوا عليها في بناء وتطوير البلاد، وتحولت اليابان من بلد محارب مغلق على نفسه الى بلد متطور ومنفتح يتربع على قمه العالم. يسود معتقدي الشينتو والبوذيه اليابانيه في اليابان، اضافه الى نسبه صغيره من اديان اخرى كالاسلام والمسيحيه والسيخ. الشينتو هو معتقد يعتمد على احترام الطبيعه والتشكيلات المختلفه مثل الشمس والصخور حتى الصوت، ويلتزم الطهاره الكامله. اما البوذيه وصلتهم من شبه الجزيره الكوريه. ملاحظ واحد من معابد الشينتو باليابان، في عندنا هون القصر الذهبي بمدينه كيوتو اسمه روكون تشي. كيوتو هي عاصمة اليابان من العام 794 لعام 1868. هلا هي سابع أكبر مدينة بمدن اليابان، ودمرت تماما عدة مرات خلال العصور، ولكنهم أضافوها إلى لائحة الحماية خلال الحرب العالمية الثانية، بالتالي ما قصفوها. نشوف هون القصر الإمبراطوري بمدينة أوساكا. نلاحظ الهندسة اليابانية يعتمدوا على نظام الباجودا، يعني الأسطح المتكررة فوق البناء. بنشوف هون جسر نيجوباشي، ويبدو القصر الإمبراطوري بخلفي، هذا نفس القصر اللي هو مسكن صيفي لأحد الإمبراطور التركي الياباني، بيروحوا بيصيفوا فيه يعني. بنلاحظ دائما المناظر الطبيعية والغابات والأنهار والحوالي والقصور. بنشوف هون واحد المعابد، بنشوف النظام الياباني بيعتمد على الالوان، بيعتمد على الطبيعه، بيعتمد على التراكيب الحجريه، بالاضافه الى النظام الخاص لتربيه الاشجار. بنشوف شلون الشجره بيعملوا لها مثل بيشتروا الشجره للنمو بالاشكال اللي هن بدهم اياها. بنشوف هون فتاه الايشا اليابانيه، هي الفتاه الانترتينر، فنانه تؤدي فتاه الايشا عده فنون مثل الموسيقى اليابانيه الكلاسيكيه والغناء والرقص والتمثيل وفن الاصغاء والحديث. فتاه الايشا تبدا بالتدريب منذ سنين عمرها الاولى، تتعلم العزف على الالات وبقيه الفنون. جسر اكاشي كايكو مدينه كوبي طوله 4 كيلومتر، هو اطول جسر معدني معلق بالعالم، ارتفاعه 50 متر عن فوق سطح الماء، وهو مقاوم للزلازل، له القدره على الارتفاع والانخفاض 10 امتار للاعلى والاسفل مع حركه الزلزال، على الرغم من طوله. هون بنشوف انعكاس لبرج طوكيو، ارتفاعه 333 متر، اكثر ب 18 متر من برج ايفل في باريس، انتهى بناؤه عام 1958. بنشوف هون الرينبو بريدج بمنطقه اسمها المدايبه بخليج طوكيو. حتى هي المنطقه، منطقه دايما، هي عباره عن منطقه مستحدثه من البحر، طالعوها من البحر عن ردم وحاولوا يحطوا فيها مشاريع سياحيه وتجاريه. بنشوف هون اوساكا داون تاون باي نايت، بنلاحظ الحياه اليابانيه وحياه الليل في اليابان والنيونات والاعلانات. هي الحياه الحديثه هلا الشباب الياباني اللي عم يعيشوها. هي هون عندنا طوكيو باي نايت، في ماخوذه هالصوره من برج طوكيو يلي هو قلنا عليه هو اطول، هو طوله 333 متر. في باخر البرج منطقه بمراقبه طوكيو بتدور حوالي 360 درجه، بتقدر تشوف طوكيو من فوق.
وهون نشوف مدخل أحد الفنادق في أوساكا منطقة اسمها دوتونغوري كمان هي داون تاون أوساكا. نشوف يعني دائما أشياء غريبة عم بدو بناءهم. هون واحد من المشاهد التميزة في اليابان اللي هي الساكورا أو الأوساكا تشيري بلوسم، وخاصة في مدينة أوساكا. يلاحظ انه الساكورا بموسمه اللي هو زهر الكرز يحمل هذا الموسم مكانة خاصة عند اليابانيين، ويعملوا نشاطات اجتماعية متعددة للاستماع والاستمتاع بالمناظر الرائعة. هون وحدة من محطات المترو لاحظ انه لازم الشعب الياباني يكون عنده فن حتى بالارتك تبعه. بنلاحظ تأثير المنحنيات بين الارض وبين السقف. هي وحدة تعبر عن الشعب الياباني، هي سيارة الزبالة اليابانية. طبعا هي مش جديدة يعني استعملوها الجماعة. يتميز الشعب الياباني عن العصور عن بقية شعوب العالم بعالم إيمانه العميق بدور الإنسان وتفانيه في محبة الوطن. السر وراء قدرة اليابان على استعادة مركزهم بعد دمار شامل انه اعتمدوا على بناء الانسان. الطفل يربى على ثقافة الجودة ولا يقبل الا الافضل في كل شيء. من اصغر عامل الى اكبر مركز اجتماعي يتبارى الجميع في تقديم افضل ما يمكن. شكرا لكم.